اهلا وسهلا، اتفضلي. الو الو الو، ازي حضرتك؟ وفاء اهلا وسهلا، مين معايا؟ ام مي، اهلا ام مي من وسهلا يا القاهره. ام مي، ام مي من القاهره. اهلا وسهلا. ام اهلا مي وسهلا. صديقة البرنامج ده. اتفضلي. سلام الاستاذه ساره، معلش. ان شاء سلام الله الاستاذه ساره، ان شاء الله تيجي بالسلامه ان شاء الله باذن الله. تيجي هي في بالسلامه ان شاء اجازه الله. وزي ما ذكرنا زي امبارح. حضرتك يا شيخ محمد، الله يبارك فيك يا فندم، الله يخليك يا ام. كل سنه وحضرتك طيبين. ربنا يعزك. اتفضلي. عندي سؤال يا شيخ محمد. اهلا وسهلا. عندي واحده قريبتي، يعني كانت يعني بتروق في الدولاب كده، فلقت زوجها متجوز عليها عرفي، هي طالبه منه فلقت الطلاق. زوجها شايل هو تزوج عليها عرفي فطالبه الطلاق. لا، مش طالبه الطلاق، هي عرفت، فهي قطعت الورقه، قطعت الورق. قطعت الورقه وجهته، قال لها وكده، ما بكلمهاش وما فيش حاجه وكده. بقى ممكن يكون هو بيتجوزها برضك ولا ايه؟ هو بس هي وجهته يعني. الورق ده الورق العرفي. هي هي قطعتها اول ما اكتشفت ان شفتها. هو حضرتك هي اول ما شفتها قطعت. هي اكتشفت ان زوجها متزوج عرفيا فقطعت الورقه، صح كده؟ في سؤال ثاني لو سمحتي. طب ناخد بس السؤال الاولاني. ايوه سؤال ايوه تاني معاك يا شيخ محمد. السؤال فين؟ السؤال هل دلوقتي هو فعلا ممكن يكون الزواج هو على لسه علاقه قائم بيها ولا لا؟ تمام. وهي مقطعه الورقه؟ هو ما طلقش، هو هي اللي قطعت الورقه وهو ما طلقش. هي اللي قطعت الورقه، هو ما طلقش. تمام. طيب السؤال الثاني حضرتك. السؤال الثاني بس الشيخ محمد، ادعي البنت بس ربنا يصلح حالها، يعني تلاقي شغل وكده ان شاء الله باذن الله. شكرا. اولا السؤال الاول، مؤصل المساله، فهل كان الزواج العرفي آنذاك مبنيا على ضوابط وعلى أركان الزواج الشرعي أم لا؟ فإن كان قائما على أركان ودعائم الزواج الشرعي بالولي وشاهدي عدل، أيوة، كما ينبغي أن يتمم عقد النكاح. أنا سعيدة جدا حضرتك أصلت للموضوع. ربنا يكرمك. لأن كثير من الناس، لما حضرتك هترد بقى تقول صحيح. هو اللي يطلق ولا الورقة اتقطعت، كأن الموضوع خلاص هو ثابت كده، لكن مؤصل الموضوع الأمر. له تأصيل. هل الأمر أصلا كان صحيح ولا لا؟ أيوة. فإن كان قد بني على باطل فهو يعد جريمة يستحق عليها العقاب. تمام. وإن كان الأمر مبني على الشريعة الإسلامية وتوافقت فيه كل أركان الزواج ما عدا التوثيق، وإن كان التوثيق حفاظا على الزوجة من التلاعب، صحيح، فهو يستحق العقاب قانونا. أيوه. يستحق العقاب قانونا. أيوه. وإنما شرعا هنا لم يطلق. وتقطيع هذه الأوراق يأخذ بيده إلى الأمر الشرعي، فعليه أن يوثق زواج زوجته الثانية توثيقا شرعيا قانونيا حتى يؤهلها إلى أن تكون زوجة على كتاب الله وعلى سنة الرسول. هي الورقة اتقطعت دلوقتي. نعم. كده وهو ما طلقش، هي كده زوجته. زوجته طبعا. خلاص. زوجته، وإن كان، لما نرجع تاني. أيوه. إن كان التأصيل شرعي فهي طبعًا. زوجة. طبعا. غير كده ليست زوجة. طيب هو الدعاء بس لابنتها، بس بعد ما نشوف الحاجة أم آية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. طيب اتفضل حضرتك بقى، عايزه تدعي لبنتها ربنا سبحانه وتعالى يرزقها ان شاء الله بالعمل، كل ابنائنا يا رب وبناتنا ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لابنائنا وبناتنا ابواب الرزق من حيث لا يحتسبون، اللهم وان أمين. يبارك لهم في ارزاقهم وان يرزقهم الحلال الطيب النافع الذي يقيم به حياتهم. أمين. انه نعم المولى ونعم النصير. امين امين.